من ظروفهم الاقتصاديه الصعبه شو بيحبوا بعض قد ايه. ربنا يسعدهم يا رب. بتيجي نعتذر للناس اللي جايه دول وناكل لقمه خفيفه وننام بدري. هو انت ما تعرفش ان انا مجنونه ولما الجنونه بتركبني ما بشوفش قدامي؟ لطفي لطفي استني يا لطفي. لطفي استنى يا لطفي. لطفي استنى يا لطفي. خلاص يا محسن باشا، خلاص يا مهجة هانم، اتحلت. ازاي؟ بعد دراسة الموقف لقينا ان مفيش حل غير الدمج. ايه؟ شركات سعادتك هتندمج مع شركات الهانم في اتحاد اقتصادي لتكوين جروب سميناه اتش ام جروب، شركات محسن هنداوي ومهجة النشار العالمية للتجارة. أنا مش ممكن أشارك الحيوان ده. استني بس، والدمج ده فائدته إيه؟ لما يحصل دمج بين شركة سعادتك وشركتها البنك ممكن يديلك قرض يقوم الشركتين دول مع بعض، والقرض لن يقل عن مليار ومئتين. مليار ومئتين. مليار ومئتين. عملت دمج بين شركتك وشركة موجة النشار، طلبت قرض من بنك الامان والبنك معصلك شويه، وانت جاي لي دلوقتي علشان ازق لك القرض ده. اللهم صل على النبي. ايه ده يا باشا ده؟ مكشوف عنك الحجاب. احنا طبعا باستمرار بنحاول نقف جنب رجال الاعمال اللي بيحبوا بلدهم ونخليهم يقفوا على رجليهم تاني، بس انت موقفك حساس قوي يا هنداوي. هو بس في حاجه واحده يعني عايز اقولها لسيادتك. حاجتي احنا معانا شريك ثالث في الجروب. مين؟ بوبوس. يعني ايه مليار ومئتين ما يفضلش منهم ولا مليم؟ كنا عملنا الشركة المهببة دي ليه؟ يا مهجة هانم، احنا كان علينا فلوس كتير قوي، والمصانع كانت شبه متوقفة، والعمال كان بقالهم 6 شهور ما قبضوش، ده غير عمولة البنك. طب والله احنا ما خدنا عمولتنا ولا حتى المصاريف. يا طبطب ودلع، يا يقول لنا اتغيرت عليه انا ازعل اولع، ما هو كل ده عايز نرضي التكة. فانا بنكة انا كان مالي ومال الغلب ده؟ واحد متعسر ومديون، بدل ما تخلصوني منه وتربطوني بيه. البيت ده بقى كله نكد، انا ما بقتش طايق اعيش فيه. ما تسيبه يا اخي وتغور في 60 داهية. ارفع قضيه سب وقذف. شوف بتقول لي غور في 60 داهية؟ اطلب تعويض كبير. يا هانم من فضلك اهدي شويه وبلاش توقعينا في الغلط، دي ناس عايزه تجيب فلوس باي شكل. طيب طيب اسمع، أنا اللي حاسب لك البيت وهبيع لك النص بتاعي. وأنا شاري إيدك بقى على 20 مليون وامشي دلوقتي. طيب ما تاخد أنت النص بتاعي واديني 12 مليون. يا أخوانا الحل موجود، حد يجي يشيل الليل على بعضها، كل واحد فيكم ياخد حقه ويا دار ما دخلك شر. ده هو راجل اعمال بجد، عمره ما تعثر، البورصه تطلع تنزل تفلس هو ما يتاثرش. كل يوم الصبح يخش له كده على الريق 5 مليون. يا سلام. يعني في الثانيه 75 جنيه. في الثانيه 75 جنيه؟ يعني في الشويه اللي احنا اتكلمنا فيهم دول طلع له ب 600 هي مثلا تقريبا. السلام عليكم. اهلا 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 يا باشا. مهجة هانم النشار، دي فرصه سهيه.
اهلا وسهلا. اه في العطسه دي عمل له ب 500 جنيه. محسن هنداوي. عطيات الانفوشي اخت عبد الحميد دي الصغيره. اهلا مدام فنكوشي. اهلا وسهلا. انتوا متجوزين؟ لا لا، احنا يا دوبك شركة في الفيلا بس. معقول انا بص الواحدة زي دي؟ تعالى يا فندم، تعالى افرجك على القصر. تعالى احنا نقعد هنا. اتفضلي اتفضلي يا هما، عقبال ما تفرجوا على القصر. على فكرة انا بحب الانفوش جدا، لما بروح اسكندرية ما بقعدش غير في الانفوش. انا لما بروح الانفوشي بانفش. دي اوضة اوضة، ايش حالة ما كنتش هتجوز في اوضة؟ دي اوضه في بيتنا، هي اوضه في بيتكو. وبعدين انا ابويا وامي قفلوا البلكونه بتاعت المطبخ عشان يناموا فيها. هننام على البلاط بقى يا رفض؟ ما السرير موجود والمرتبه موجوده. طب ومله السرير؟ يا سلام، جوازها هتبوظ عشان مله السرير؟ وبعدين انا دافع المقدم بتاع المله من 3 اشهر، وكل شويه ادفع عرافه تدفع عرافه. هو في حد فيكم يدفع حاجه؟ الست مننا لما بتبقى وحيده نفسها بتتسدى عن الدنيا خالص. وحيده وحيده زي هانم يا الرجال عميت. اللي انت تقدر تشوفه يا عبد الحميد بيه غيرك ما يقدرش. واو، في ايه؟ عينيك يا عبد الحميد بيه لونهم يجنن. ما حصلش، ما كنتش واخده بالي. عيني انا؟ ده ما حدش قالهالي في حياتي. ده ابويا الله يرحمه لما كان ساعات يدلعني كان يقول لي يا معمص. ما قلتليش بقى انت عايزه تبيع الفيلا ليه؟ يا حاجة. ما هو يعني أنا لو كنت لقيت الراجل المناسب اللي شاركني حياتي ما كنتش هفكر أبيعها. أنا ما بيهمنيش شكل الراجل، أنا أكتر حاجة تهمني في الراجل حنيته. ده اللي أنا بفتقده، الحنان. يا لهوي، أنا لو كنت لقيت الست اللي حس معاها بالأمان أنا ما كنتش بعت البيت ده. صدق بالله يا حاجة، لا إله إلا الله. أنا اتشددت ليكي من أول ما دخلتي باب الفيلا، عارفة؟ وأنت بتاخدي حقنة الأنسولين حسيت إن السكر بيتدلدق من شفايفك. ولا وأنت بتاخدي دواء الضغط، الضغط أنا اللي علي إحساسا بيكي. ولا دواء الحموضة وأنت بتاخدي الفوار حسيت إن قلبي هو اللي بيفور. محسن بيه، إيه؟ ما تنساش ان اخويا عبد الحميد بيه هنا. انا مش شايف حد غيرك. طب ومهجة؟ مهجة؟ مهجة مين؟ مهجة مين؟ مالك يا ولية؟ قول لي بقى، ايه رايك في القصر؟ عجبك؟ عجبني، ودي عايزه كلام. وعجبتني صاحبه القصر. امال ايه؟ انا كنت فاكرك ملاك ملاك، أتاري حبك هلاك هلاك. عطيات، انت بتعمل ايه يا راجل انت؟ بعمل لها تنفس صناعي، اصل كنت بلعب سدوك انا وهي ففيصت مني. وسخاتك دي تعملها بره البيت ده، ده بيت محترم. بقول لك ايه، اتكلمي في النص اللي يخصك. النص اللي يخصني انا اعمل فيه اللي انا عايزه. وبعدين انا مش هبيع بقى، عايزه تبيع انت احنا نشتري. انتوا مين انتوا؟ انا وقطعيته خطيبتي. مش كده قطعيته؟ قطعيته؟ وخطيبتك من امتى عطيات؟ انت اتجننتي؟ اسمع يا عبد الحميد، دي حياتي الخاصة وما احبش حد يتدخل فيها ابدا. يا جماعة يا جماعة صلوا على النبي. اللهم صل عليه. انا مش شايف اي خلاف بينكم، انتوا تقريبا متفقين. متفقين على ايه؟ على الدمج. على ايه؟ انتوا لو عملتوا دمج بين شركاتكم هتبقوا اكبر قوة اقتصادية في البلد كلها. ولا ايه يا نبيب بيه؟ ها اتش ام اي اي جروب. عملتوا دمج بين شركتكم وشركات عبد الحميد الانفوشي وعطيات الانفوشي في مشروع جواز كمان، يعني دمج اقتصادي على عائلي. وطلبتم قرض من بنك الفرار، وانت جاي لي دلوقتي عشان ازق لك القرض ده، مظبوط؟ انا رحت جبته من المدرسه اهو. انا مش هتكلم، بابا بس هو اللي هتكلم. يلا قول لي بابا انا قلت لك تقول له ايه واحنا جايين. ادي الكارد لانكل يا داد. انت عيني كميل امه. بابا بس هو اللي هيبقى ضامن القرض يا باشا.
اجيب منين تهاني يا تهاني؟ محدش راضي يسلفني، اعمل ايه يا عمي؟ اسرق؟